الحديث في بغداد عن محادثات تجري لاختيار خليفة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي، أطلقت شرارتها قائمة السائرون بزعامة مقتدى الصدر الذي التقى المرشد الأعلى وسليماني في السابق منذ 6 سنوات بطهران. ما هو عليه وضع عبد المهدي؟ هل تصدق الإشاعات حول توجهه للاستقالة أو للإقالة من قبل البرلمان؟ وهل فقد الحظوة الإيرانية بعد غارات نسبت إلى إسرائيل على مواقع للحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق؟ والأمريكية بعد أن قالت واشنطن إن الطائرات التي قصفت منذ نحو شهرين حقولا نفطية سعودية انطلقت من بغداد. هذا موضوع نقاشنا مع الكاتب الصحفي أحمد الفراجي، ينضم إلينا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. أستاذ أحمد، صباح الخير وأهلا بكم في تلفزيون العربي. صباح النور، أهلا وسهلا. شكرا أستاذ أحمد. إذا نبدأ مما هو اليوم حدث بالعاصمة العراقية بغداد، الصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام عن تجمع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يتوسط المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وقائد قوات القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني. اليوم ما هي تبعات هذا الحدث النوعي داخل طهران؟ ماذا قيل وماذا يقال عن هذا الحدث السياسي الذي يأتي بعد 6 سنوات من آخر لقاء عقد هو الزعيم الشيعي بالعاصمة الإيرانية طهران وقتها؟ نعم، أنا أعتقد زيارة مقتدى إلى إيران وهو يتوسط السيد خامنئي وكذلك السيد قاسم سليماني هي بالنسبة له هو أمر طبيعي. وعزيزتي، أيضا علينا أن نؤكد على مسألة، أن إيران الآن تسعى إلى ترتيب البيت الشيعي. السيد مقتدى الصدر بالفترة الأخيرة يعني كانت له الكثير من التغريدات، وكذلك هو بدأ يوجه أنصاره ضد حكومة السيد عادل عبد المهدي ربما لإسقاطها. إيران تداركت هذا الأمر سريعا وجاءت بالسيد مقتدى الصدر ليعود إلى الحضن الإيراني. أنا بالنسبة لي الموضوع طبيعي. منذ عام 2003 كلما يشهد البيت الشيعي توترا بينه تسعى إيران إلى تهدئة الوضع. نعم. كما تعلمين هناك فصائل مسلحة موجودة شيعية في العراق، بعضها منفلت وبعضها تحت إطار الحكومة العراقية. نعم. فإيران أستاذ أحمد، تسعى هذا إلى ضبط البيت الشيعي والإيقاع الشيعي. نعم، وصلت الفكرة أستاذ أحمد. هذا وسط معلومات تفيد بأنه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ومتواجد بطهران منذ أشهر، ولكن القيادة الإيرانية استقبلته قبل أيام، يومي الاثنين والثلاثاء في ذكرى عاشوراء بالعاصمة الإيرانية طهران. هلأ كما تفضلتم للتو أستاذ أحمد، نفهم أنه إيران استقبلت الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لإبلاغه دعمها المتواصل لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، وستصاعد الأصوات بينها من يطلب إقالته وبينها من يسعى اليوم إلى سحب الدعم منه داخل البرلمان العراقي لتصبح سابقة اليوم منذ الإشياح الأمريكي للعراق عام 2003. يعني دعيني أبدأ بالشق الأول بما يخص زيارة السيد مقتدى الصدر. بالضبط هذا ما كشفه مقرب من حزب الله، بأن السيد مقتدى الصدر كان يتواجد منذ قرابة 3 أشهر في إيران، وحقيقة إيران لم تستقبله وأجرت معه بعض الاتصالات حتى يعني تأكد الإيرانيون بأن السيد مقتدى الصدر سيغير من نهجه وسيغير من خطابه وسيجلس مع الإيرانيين. وحقيقة جلوس السيد مقتدى وهو يتصدر السيد خامنئي وكذلك السيد قاسم سليماني أعتقد لها الكثير من الدلالات. هو يحاول أن يوصل رسالة للعراقيين أولا بأني أسعى إلى ترتيب الأمور، وكذلك أسعى لأن أقول إلى الجانب الإيراني عليكم أن لا تتدخلوا في شؤون العراق. وهو أيضا يريد أن يوصل رسالة للكثيرين بأني كما ذهبت للجلوس مع السعوديين ها أنا أجلس مع الإيرانيين، ويتصرف كزعيم عراقي وزعيم سياسي محنك.
أما بالنسبة للحديث أو الحراك الذي يدور الآن حول إقالة السيد عادل عبد المهدي أو سحب ترشيحه، أنا أعتقد السيد عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة لا يزال قويا. نعم هنالك حراك لإقالته، يعني تحالف البناء الذي يضم كتلتين كبيرتين من السنة ومن الشيعة حتى هذه اللحظة حقيقة هي تدعم السيد عادل عبد المهدي، إضافة إلى الكتلة الكردستانية التي حتى هذه اللحظة حقيقة لا تزال متمسكة بالسيد العبادي وتصريحات بالسيد عادل عبد المهدي، العفو عادل عبد المهدي، وتصر على بقائه. أيضا كان هنالك اليوم تصريح لأحد أعضاء الفتح، وكما تعلمين عزيزتي بأن كتلة الفتح بالآونة الأخيرة أيضا صدرت منها بعض التصريحات التي تطالب التي طالبت بسحب الترشيح من السيد عادل عبد المهدي. الآن اختلفت، نقول نحن سنعطي فرصة أخيرة للسيد عبد المهدي إلى أن يقوم الحكومة العراقية وإلى أن يحارب عدة الملفات منها الفساد وتحسين الأمن وتوفير الفرص وكذلك أمور أخرى تخص العراق. سنعطيه فرصة، وهذا يعني أن هنالك قبولا والأمور بدأت تتغير بالنسبة للسيد عادل، وأن السيد عادل عبد المهدي بالمناسبة هو مطمئن. من البديل؟ هو السؤال، من البديل؟ لو اجتمعت الكتل السياسية العراقية على سحب الثقة من السيد عادل عبد المهدي، من سيكون البديل؟ بالتأكيد سيكون هنالك فراغ سياسي، وأيضا هنالك سينعكس مباشرة على الوضع الأمني وسيدخل العراق في نفق. لذا ترى بعض الكتل السياسية العراقية بأن بقاء السيد عادل عبد المهدي. نعم استاذ أحمد، ولكن اليوم هناك شخصيات تعدت تتوق إلى الوصول إلى رئاسة الوزراء، منهم رؤساء وزراء سابقون، نذكر على سبيل المثال الحصر حيدر العبادي الذي يتزعم اليوم تيارا سياسيا، تناقلت وسائل الإعلام العراقية بالفترة الماضية أنه يسعى اليوم إلى إجراء اليوم تكتل مع زعيم تيار الحكم بزعامة عمار الحكيم، الذي أعلن يوم أمس أنه سيمنح عادل عبد المهدي فرصة أخيرة لتصحيح المسار. كيف يفهم صمت رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وسط كل ما يقال وينقل بالفترة الماضية عن الشماعات تعقد من طهران إلى بغداد وصولا إلى بيروت بين الكتل العراقية خاصة الشيعية منها؟ يعني بالتأكيد عزيزتي هذا الحراك موجود. أيضا أضيف إلى الشخصيتين السياسيتين اللي ذكرتها، السيد الحكيم والسيد علي عبادي، أيضا السيد مقتدى الصدر يحاول أن يقدم مرشحا يكون من التيار الصدري، ومن خلال يعني قراءتي ومتابعتي أيضا يعني التيار الصدري وتحديدا السيد مقتدى الصدر يطمح إلى أن يكون المرشح القادم ربما من التيار الصدري، وهذا هو حلم الصدريين. أنا أعتقد أن السيد عادل عبد المهدي لا زال واثقا، وأن هذا الحراك الذي يجري خلف الأبواب المغلقة هو مطمئن. يعني السيد عادل عبد المهدي نراه يتعامل بثقة ويتعامل بهدوء ويتعامل بسياسة مع ما يحصل الآن. أنا ما أريد أن أقول يعني الكثير من الكتل السياسية الآن بالرغم من المساوئ لحكومة السيد عادل عبد المهدي التي حقيقة نسبة الإنجازات فيها ضئيلة، هنالك مشاكل كبيرة وعويصة في البلد. عندما تقدم السيد عادل عبد المهدي يعني أعطى وعودا بأن يحققها وأن يكون هذا المطلب أي مطلب العراقيين بتحسين ملف الكهرباء، تحسين ملف الخدمات إلى آخره، محاربة الفساد، هذه المشكلة العويصة التي تنخر في مؤسسات الجسد العراقي. هو مطمئن وهو